انا مش مدحت وما خبطتوش وما بمضيش. امضي وما تبقاش جبان. جبان؟ عرفت منين؟ امضي يا مدحت وما تخافش. يا سيدي انا مش مدحت والمصحف الشريف، انا لو مدحت حمضي، انا ما خبطتوش، انا مالي ميموت. ايه؟ الحالة ماتت. الحمد لله. مفيش نحو ولا احساس. الرجولة اتشرد من جتتك. الراجل مرمي في الشارع، بتسيبه تجري وفي المستشفى مش عايز تمضيله. منك لله يا اخي، الراجل ده ذنبه في رقبتك. اوكي انا ما عنديش مشاكل. اعتبر نفسك مكانه يا اخي، وبتدور على حد يمضيلك. بعد الشر عليا يا فندم. وبعدين انا لا احب امضي لحد ولا حد يمضي لي، ولا ابصم على حد ولا حد يبصم عليا. وبعدين انا مش فاهم انتوا يعني مكبرين الموضوع ليه كده؟ بس واحد مات يعني. وبعدين عايزين ان مفيش الم في المستشفى. عايزين مش هقعد عايزين على ودانك، مش دي اللي اقصدها، على ودان حضرتك يعني. عايزين ازف يعني، ازف ومش ازف اللي هي ازف، لا. طبال يلا. لا انا بورساجي. انت حظك حلو، لو كنا ما مسكناش الراجل اللي خبطه كان زمانك دلوقتي مربوط هنا. ماشي. وعايز افهمك حاجه. اتفضل يا باشا. انا عايزك تمشي على مهلك وتربط الحزام. حاضر. وبلاش بقى ان السون اللي بتكلمها على الموبايل وانت ماشي بالعربيه، فاهم ولا لا؟ حاضر. يلا اطلع بره عشان اكمل المحضر. طب سؤال بس اخير، بالنسبه للبنزين يعني احط 92 ولا 32؟ بره. الاهلي والزمالك. اول انطلاقه روعه للنادي الزمالك التحكيمي، عرضيه جميله من عبرات الحارس يطلع شادي محمد. برافو يا ايه ده؟ جميله لابوتريك. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تردي. ايه ده؟ لا لو سمحت. ايه ده؟ ده كلبش. كلبش؟ ده الكلبش؟ هو ده الكلبش؟ لا 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 واسم البرنسي هيفرق يعني في الاجر؟ تعرف يا باشا البرنسي اسمه احمد يا سيدي. احمد. الله، اسم حلو يا باشا. لا وجديد احمد، حس ان هو ابو حميد. ما شاء الله يا باشا. جديد ده مصر كلها اسمها احمد، وانا بقول لك مايكل. لا حلو يا باشا. ايه ده؟ وده ميت ولا مولود كده؟ ده عيب خلق يا باشا. طب يسطا بالنسبة للسجاير دي يعني لو انت مستغني عن عمرك، انا مش مستغني. طلع راسك من الشباك، الدخان ما يجيش عليك. وانا راكب بلكونة طلع راسك. طلع راسك من الشباك يا باشا. استغفر الله العظيم. انت تعرف ان السيجارة الواحدة دي بتأثر عمر البني ادم 7 ساعات؟ كده 7 وربع، كده 7 ونص، كده هتتأخر على ميعادك. وكده. ايوه كده. ادريكسيوني ادريكسيوني ادريكسيوني، ادي برياجي. والاغنيه الغامه دي بقى تاثر العمر 7 سنين. يا عم يا ريت يطير كله بدل الهم اللي عايشين فيه ده. هيقعد يكذب بقى ويحكي لي في مقاسي عشان ما فصلوش في الاجره. الواحد بيصحى الصبح يتكت على الدريكسيون بال 20 ساعه. وريت مكانك في العربيه. غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمي في الحضانه. كذاب قوي. عيل ابن كلب. مين اللي ابن كلب ده يا باشا؟ هو ابن كلب، هو الواد ابن كلب، انما انت عادي مش كلب. هو ابن كلب. الواحد مش عارف تجيب منين ولا منين بس يا باشا. تجيب منين يعني؟ مننا. ما هي ناس بتمص في دم ناس. فرح بقى بنزين 80. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان، يا هفضي فندر قلبي فينك من زمان. ياه ابنك بقى ابن 9 دلوقتي. كان حبك بالمكان، دلوقتي بقيت الماني، يعني الدنيا تبعاني. خدت بالك يا عم كريم؟ وطلعنا بقى ايه من على المستشفى على الاسم، كانهم كانوا عايزين مثلا يلبسوني الحكايه كلها. يا نهار ازرق، معلش حصل خير. اللي قولي صحيح يا ابو حميد، انت هتتجوز ازاي وانت صباعك متعور كده اصلا؟ وصباعي ماله؟ مال الجواز يا ما تخلينيش اشتمك. وماله مال الجواز ازاي؟ مش هتعملها كده اهو. متجوز قطه؟ استكناوه يا بستكناوه. كل
انا بص عايزك بقى تديها على الاخر ها في جمبري وسمك وصبيت وكابوريا الليله ليله الفسفور يا معلم عايزك تنور اراه انك عازمني على اكله السمك دي عشان تكلمني على البنت الزباله بتاعت النت بتاعتك اه صحيح يا ابو حميد فاكر موضوع البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليه بقى لي فتره يا كريم انا قلت لك 100 مره البنات بتوع النت دول بيبقوا نظام شقق لا 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 وحياه ربنا خالص خالص دي مش نظام شقق خالص ايه نظام فيلل يعني لا لا ولا فيلل هي ممكن تدي على عيشه مثلا او حاجه زي كده ايه يا ابو حميد في ايه دي مؤدبه جدا مؤدبه وجدا كمان والله انت اللي غلبان مولع كمل وبعدين مفيش عايز انا اقابل اهلها وافتحهم في موضوعنا دي تلبيسه طبعا واحد يا فارس حاسب وهتلاقيها رشه دواخر واهلها عايزين يلبسوها لك يعني بنت زباله واهلها رمه اصلا كل 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 بقى شهبه اللي لذي سيبنا اقول واحب ايه في ايه في امس اخير ايه ببيونه ثلاث دقايق ولا ايه بابا كان تعبان شوي دلوقتي ايه اللي بتقوله ده ما اقصدش يعني اصلا عشان الفرح وكده طب ايه بابا بقيت كويس حبيبي الف سلام عليك بقيت كويس الحمد لله طيب ما هو بيقولك الحمد لله اهو يلا بابا قوم يلا 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 وانسى كل الدنيا دي وغمض عليك هو انت على طول كده ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه شايف ابوك تعبان وانت ولا همك ما هو بقى كويس مش انا سالته قدامك وقال بقيت كويس خلاص ايه بس هكبري الموضوع ليه بس يا ماما وبعدين الساعه كام معاكي الساعه 6 6 طب وانتوا ايه اللي ملبسكوا بدري قوي كده لسه بدري وقت لقيتي تعب اصلا عشان لبس بدري على فكره ما بدام انت شايف بدري قوي ما تروح تجيب اختك من عند الكوافير لا ده احنا متاخرين جدا ده احنا متاخرين جدا بقول لك ايه ولا لا تيجي بتاكسي انا اصلي رايح مكان كده ايه مريم قالت لي عليه اروح كده اروش نفسي فيه اسبقوا انتوا وانا هحصلكوا براحتي ماشي يلا باي باي الو وصلت يا احمد ايوه مريم انا وصلت اهو صراحه ما كنتش اعرف انك تعرفي اماكن نظيفه كده لا لسه ما سألتش عليه بقولك لسه واصل انت قلتيلي هو اسمه ايه اسمه سعيد سعيد طب ثانيه واحده خليكي معايا هسال عليه ثانيه واحده حاضر خليكي معايا مساء الخير مساء النور سعيد فندم انا سعيد ان انا شفتك يعني في حد هنا عندكم بيشتغل اسمه سعيد سعيد يا فندم موجود جوه اوكي هاي مريم لقيتها قصدي لقيته سلام انت دلوقتي سلام امال انت اسمك ايه اسماء ايوه يعني مفيش اسم محدد لا انا اسمي اسماء اسمك اسماء كذا اسم ليه سعيد هنا ولا ايه هنا شيك قوي البرنس ده شيك البرنس ده ممكن الواحد يحضر بيه الفرح والله او نسرقه بقى كابتن ممكن معيش سؤال صغير كده اه انت بتروح جيم نوع ايه يعني ايه نوع ايه يعني جيم عادي كده بتعبان ادمين يعني يا عم انا بسال بس ايه ده ما خدش بالك من مناديل ده كمان ما غسلش ايده ايه القرف ده انت عارف ان في 90% من اللي بيغسلوا ايديهم برضو بيفضل على ايديهم اثار بيبي امال ما غسلش ايده خالص بقى ده خطر صدقني ده يبقى بيبي ماشي على رجليه يا اوعى تكون بتعمل زي الحيوان اللي خرج ده تغسل ايدك بعد ما بتعمل تغسل ايدك تغسل ايدك تغسلش تغسلش تحيي احمد ايوه قالوا لي انك سالت عليا انا سعيد ابن عم مريم الف مبروك سعيد ازيك يا سعيد عامل ايه ايه اخبارك عامل ايه انا مريم قالت لي انك بتشتغل هنا انت ايه يعني بتشتغل ايه لا يا سعيد لا يا سعيد بلاش طبعك يا سعيد طبعك لا 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 تعمل بيبي يا سعيد تعمل بيبي ودي تعمل في ظهري يا سعيد وكمل بيبي